احنا فاتوا اليهود، بعدين كسروا كل الشبابيك، اجوا فاتوا صاروا يتخطخوا عنا، خفنا. صحينا نعيط، بعدين ابوي صحيح كنا ما تخافوش عادي مثل اهل غزة عادي. كنا احنا نايمين، قالوا هيك فتوا كسروا كل الكزاز، بعد ما كسروا اجوا لفوا الدار، طلعوا غرفة اخوي قعدوا فيها شوي، بعدين فاتوا وكسروا كل الكزاز، بعدين دخلوا كم من شاب وطلعوا. بيهدوا الدار اليهود وبصيروا شو اسمه ينهدوا حرام، انه في امراض بكون صغار ببو الاصغار هذولا اماتن بعالجهم، بلكي في صغار في شيء لهم علاج. كنا قاعدين في الدار نايمين لما سمعنا لصوت انفجار، فجروا الباب الرئيسي للدار وفجروا الباب الثاني، والاولاد بكون نايمين وهالكزاز كله انهال على هالاولاد الصغار وهم كانوا صرخوا وعيطوا. حضنتهم قعدت انا وياهم وطلعوا الجيش عنا، جيت بدي افتح باب الدار بدي اشوف شو فيه، انا فكرت القصف وين تحت في المخيم، سمعتهم على الدرج بيحكوا، رديت سكرت الباب شوي شوي وقعدت انا وهالاولاد في قلب الدار. الاولاد بعيطوا، دار اخوي تحت برضه، اخوي في الشغل بيشتغل حراسه بالليل، اولاده بعيطوا، لا انا قادر انزل تحت ولا قادر اسكت الاولاد اللي عندي. يعني ليله ليله بكت ليله رعب، مش علينا على الحاره كلها كمان. وشو بكوا عيطوا وصرخوا نايمين الاولاد تحت، الكزاز كله وقع على روسهم، كل الدار اللي يعني فيش لوح كزاز ضل في الدار زي ما انت شايف. والحمد لله رب العالمين، زينا زي غيرنا، الحمد لله رب العالمين.